عز وجل. فانا ارى ان يعني اي شاب عايز يصل للنجاح عليه اولا ببر والديه، لان بر الوالدين يعني يصل بالانسان الى الجنه. فهل لا يصل به الى تحقيق اهدافه؟ بالطبع يصل، الى جانب الاجتهاد. يعني عندي هدف احاول اجتهد، يعني ما احسش ان الابواب مقفوله واستنى اقول لا لما يبقى مفتوح، لا ادور في كل مجال. زي ما انتم الشباب تحاولوا تضعوا لنفسكم وصنعتوا بصمه الشباب اللي على الصفحات المختلفه، في الصفحات الاخباريه وصفحات هذه الصفحات والمواقع، هذا الشباب احترمه واقدره واجله لانه وضع لنفسه مكانا وسط هذا الكم الهائل من وسائل الاتصال الجماهيريه المختلفه والسوشيال ميديا والاذاعات القائمه بالفعل وقنوات التلفزيون، ووضعتم لانفسكم منزله بين المشاهدين بان يشاهدوا مواقعكم هذه وبنسبه عاليه. هذا شرف لكم ايها الشباب وفخر لكم، وانتم بامر الله من ستقودون اعلام المستقبل الى مستقبل افضل باذن الله تعالى. باذن الله. كلميني حضرتك عن دخولك اذاعه القران الكريم. هذا يعني في البدايه عندما نجحت بفضل الله تعالى في اختبار المذيعين ومقدمي البرامج، اردت، انا احب الماده المتخصصه بصفه عامه، فكنت اود ان اعمل باذاعه القران الكريم لاقدم ماده دينيه متخصصه، وبفضل الله صوتي يعني يصلح لجميع المواد الاعلاميه، ومهاراتي وخبرتي وتدريبي في كليه الاعلام يجعلني مؤهله لاقدم في اي شبكه اذاعيه او محطه اذاعيه بفضل الله تعالى. لكني كنت احب الماده المتخصصه، فوجدت ان اذاعه القران الكريم ليس بها مكان لي، لان كان هناك تخوف من القاده أن يدخلوا أصواتها النسائية. كان هناك أستاذة فاطمة طاهر وظلت لمدة 15 عاما تقدم وحدها البرامج الدينية الخاصة بالأسرة والطفل في إذاعة القرآن الكريم. فبالطبع سألت فقلت أذهب إلى البرنامج الثقافي لأقدم مادة ثقافية متخصصة. اخترت المجال البرامج العلمية وقدمت مع الأستاذ إبراهيم عيسى والأستاذ خيرت إسماعيل رحمه الله برنامج محيط العلوم في الشبكة الثقافية في البرنامج الثقافي، كان يسمى وقت التحاق به البرنامج الثاني. بعد ذلك علمت من الأستاذة كريمة زكي مبارك ابنة الدكتور زكي مبارك وكانت من سنتريس كما تعلمون، قالت لي أن هناك يعني بابا سيفتح لأصوات نسائية جديدة، انتظري وظلي على تواصل معي حتى أقول لك. فجاء الأستاذ محمد الشناوي بفكر جديد، بفكر متفتح، يريد أن يوسع مساحة الصوت النسائي، فكنت ثاني صوت نسائي في إذاعة القرآن الكريم. وخلاني يعني نزلت بثلاث برامج يومي، طلائع الإيمان والموسوعة الإسلامية وبرنامج الفتاة المسلمة في الوقت ده، ودخلت ببرنامج إذاعة القرآن الكريم. فنزلني بغزاء يعني بكثافة، قال عشان اعود لتعويد المستمع على الاستماع للصوت، على الاستماع للصوت النسائي. وبفضل الله تعالى كتب الله لي النجاح والتوفيق في العمل. هو يعني هناك طبعا بعض الصعاب التي تعترض اي عمل كروتين، كصعاب انك يعني الفكر اللي انت عايزه تقدميه او الطريقه اللي عايزه تشتغلي بيها. طبعا كل واحد بيبقى له فكر في تقديم برنامجه او انه يطور برنامجه ويصل بيه لمستوى يعني يجعله يعني يحتل مكانه مرموقه. فكان دي بدايه انطلاقي في اذاعه القران الكريم. كان الكلام ده انا نقلت من البرنامج الثقافي، كنت عندهم في 88، نقلت من عندهم في القران الكريم في 1 يناير 1989، واخذت فتره من التدريب في اذاعه القران الكريم، ونزلت بثلاث برامج يومي في رمضان. هو كان ساعتها رمضان، انا مش يعني في الهجري مش لا اتذكر توقيت بالهجري، لكنه كان يوم 7/4/1989، كان اول يوم في شهر رمضان المعظم، ونزلت بثلاث برامج يوميه. بفضل الله ربنا كتب من اول ما صوتي انطلق عبر من اول انطلاق صوتي عبر اثير اذاعه القران الكريم، الحمد لله بشهاده زملائي. طبعا كنت صغيره قليلة الخبرة طبعا، بتعليم أساتذتي أستاذة فاطمة طاهر والأستاذ سيد شرف،
وتشجيع الأستاذ محمد الشناوي رئيس شبكة القرآن الكريم في هذا الوقت بهذا التشجيع وهذا التدريب وهذا الوقوف بجانبنا، جعل منا إعلاميين قادرين على المنافسة بين كل المحطات إذاعات القرآن الكريم في العالم العربي والإسلامي. بفضل الله تعالى كان لنا بصمة ومدرسة إعلامية متميزة في مجال البرامج الدينية بإذاعة القرآن الكريم. ما شاء الله، خلال رحلة 35 عام أكيد الرحلة كان فيها صعوبات، كان فيها مشقة، كلميني عن أكتر صعوبة أنت قابلتيها خلال الرحلة. يعني هي الحمد لله، يعني أنا يمكن أنا ربنا بيديني نعمة الرضا والصبر بتخليني أحيانا مشاق الناس يعني تبقى مشاق وشاقة جدا، أنا ربنا بيخليني أتقبلها ببساطة. يعني أنا طبعا من المنوفية من أشمون، أسافر يوميا في الفترة كمان فترة الأولى الخمس سنوات الأولى في العمل كان السفر شبه يومي، يعني كان الأجازة للجمعة والسبت أو الجمعة والخميس، فسفر يومي يعتبر. وطبعا كان في فترة تدريب فبتحضري مع كل المذيعين، مش مرتبطة بمعادك انت في الاستوديو، فطبعا دي فترة كانت فيها إرهاق، بس أنا بفضل الله يعني بتأمل جمال المرحلة والأساتذة اللي بيعلمونا دول وبيفرغوا نفسهم في ظل انشغالهم بتقديم برامجهم، يحضروا تسجيلاتنا واحنا بنسجل ويشوفوا أدائنا ويقوموا أدائنا. وطبعا كان منهم نسيت أن أذكر اسمه، الدكتور فوزي خليل رحمه الله، اللي هو صوت التتر عندنا في برنامج طلاع الإيمان بصوت الدكتور فوزي خليل رحمه الله، والذي كان أكبر داعم لنا وموجه لنا في إتقان العمل الإعلامي. السفر طبعا كان أكبر عقبة، الترتيب بين بقى مشاغل الحياة والأولاد والعمل طبعا، دي أي نجاح لو نظرتي له مش بيجي نجاحك أنت لوحدك، لا بيكون التكاتف الأسري اللي معاكي. إن أنا زوجي رحمه الله الأستاذ سامي عبد المقصود أبو ظريفة كان معلما خبيرا للرياضيات، كان ده أكبر داعم لي، يعني لأن كان أحيانا يجي لنا دعوة لمهرجان القراءة للجميع، هذه الدعوة تأتي مثلا 11 صباحا، المفروض نكون في أمام المبنى الإذاعة والتلفزيون، 3 عصرا لنذهب إلى مبنى الكلية الحربية لمسرح الكلية الحربية لحضور الاحتفال، يعني أترك الأبناء مع أسافر، هذا كان دعما كبيرا لي وكان مشجعا لي على التفوق والتقدم. طبعا أسرتي، إخوتي، والدي رحمه الله، والدتي، الجذور، أجدادي أيضا لهم دور كبير في دعم حضرتك، في دعمي ونجاحي وإعدادي للي ربنا هيئني ليه. يعني جدي رحمه الله كان يدربني على الإلقاء وقراءة النصوص الشعر العربي الصعبة جدا التي، ويعني وكان ليها قصة هذه النصوص التي حفظها لي جدي، بردة للبصيري ونهج البردة لأمير الشعراء أحمد شوقي، دي اللي امتحنت بيها في قسم الإذاعة بكلية إعلام ونجحت في أمام اللجنة في كلية إعلام ندخل قسم الإذاعة، لأن هو قسم الإذاعة كان القسم الوحيد في كلية إعلام في أيامنا اللي هو بيجرى ليه امتحان قبول أو دخول، لأنه كان بيبقى العدد محدود عشان التدريب نفسه بيبقى كل مجموعة 7 4 كده، فكان تدريب تصوير تلفزيوني وتقديم برامج. فكان القصائد اللي جدي، يعني حسيت ان ربنا بيهيئ للانسان الاسباب من حتى من قبل ان يدري ماذا يتمنى ان يكون في حياته. كان جدي يعدني يجهز لي كلمات للاذاعه المدرسيه ويتحداني في قراءه، انا كنت متميزه في اللغه العربيه لان والدي رحمه الله كان استاذا للغه العربيه وكان رئيسا لمحو الاميه وتعليم الكبار بالمنوفيه، ف بالطبع لغتي كانت قويمة بفضل الله، فجدي كان يتحداني في نطق الشعر العربي الرصين. فهذه القصائد دخلت بها امتحان القبول للإذاعة، لإذاعة للقسم الإذاعة، وامتحان القبول في الإذاعة المصرية عندما ألقيت هذه القصائد أمام اللجنة. وما طبعا هناك كتاب أمامك ممكن تقرأي منه أي قصيدة، لكن أنا كنت أحفظه وألقيه، يعني ممكن اذكر لكم. حضرتك لسه حافظه؟ طبعا، لاني ما زلت اقراه، لان انا عندي برده البصيري مجمعه عندي في كتيب من كتيبات جدي رحمه الله واشتريت. طبعا طيب لو ممكن نسمع جزء حضرتك بتحبيه. جزء يعني هو كلها احبها لانها في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وعلى عادة، يعني أولا أذكر أن البصيري كان المادح الأعظم لرسول الله. طبعا كما يعلم الجميع أمير الشعراء أحمد شوقي عمل نهج البردة معارضة للبردة التي، فأمير الشعراء قال بيت حلو قوي عن البصيري فقال: المادحون وأصحاب الهوى تبع، المادحون وأرباب الهوى تبع لصاحب البردة الفيحاء ذي القدم، مديحه فيك حب صادق وهوى، وصادق الحب يملي صادق الكلم. فالبصيري طبعا من الأبيات اللي قالها في رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أختار هقول لكم بس بيت واحد المقدمة الغزلية التي دربني عليها جدي، يعني بيت أو بيتين وأدخل في مدح الرسول. فضل إحنا مستمتعين بالحديث مع حضرتك، يعني أشكرك وهذه يعني من أفضل اللقاءات اللي عملتها، شهادة أعتز من الزمن الجميل لما تيجي من الشباب. إحنا تربينا على صوت حضرتك وعلى صوت الإذاعة القرآن الكريم ومجتهد، فتبقى دي نصيحة يعني أعتز بها لأن أنا بتعلم منكم على رأسنا على رأسنا وبتعلم من ضيوفي الأولاد الصغيرين والشباب، من لقائي معاهم بتعلم منهم كتير يعني بفضل الله.